فتحولت المدرسة من قيادة سيارات لمركز إيواء. مركز إيواء يقوي 282 خيمة، فيها عدد سكان حوالي 1800 نسمة. يعني في خيام ساكنة فيها 2 و3 عائلات متواجدين هون كلياتهم. قدمت المنظمات المساعدات اللي تقدر عليها، ولكن الوضع اليوم كمخيم يعني معيشة مؤقتة، يعني غير قابل إنه يستمر. وين ما ظل عندنا محل نبرك، عندي المزرعة كمان كلها على الأرض. ركبت الدراكتور كنت ساقف في تريلا، جينا نمنا وين بالمطار. ولكن الناس كشكل مؤقت قعدت بالخيم لأنه صفت أحسن من البيوت. البيوت صفت اليوم تخوف، ما عاد حدا يستجر، يعني حتى البيت وما له مهدود ما عاد يستجر ينام بالبيت، صار يطلع على الخيمة. صفت الخيمة اليوم أفضل من البيت.